بعدين. تعال يا ابني. حاضر سيدي. خدهم على الأوضة الجوارية الفاضية وطعميهم وشربهم إذا بدهم. يلا خدهم. بعد النوم كتير يا صبري، بعد النوم. وينك؟ لا تطعميهم ولا تشربهم. هذا بيعلم اشياء الدرويش، قلبي مو مطمن له ابدا يا ابو عزيز. وشو شكله هذا درويش؟ شاب اصلع بس شفته ما بتريح. على كل حال اتركه علي، انا رح ادس لك عليه وجيب لك كل اخباره. يا ريت تعرف عنه كل شيء بس بسرعه. قله انه ما عاد بدي مرتي ياسمين. بس شايفك مهموم. لا لا، ما في شيء محرز ينحكى بامره ابو جمال، ما في شيء محرز. بظهر اهل بيتك مو مريحينك؟ أعوذ بالله، أهل بيتي ما في منهم يا رجل. يعني إن شاء الله هالجوازين سريت منها كتير. أنعم وأكرم من حريم حارتكون، وأنا اتشرفت بهيك نسب. هلأ طمنتني يا أبو عزيز. وعلى شو طمنت؟ يعني خفت حرمتك تعذبك وأطلع أنا قدامك بسواد الوش. أعوذ بالله يا أبو جمال، وشك أبيض قدامي وقدام كل الناس. بارك الله فيك. عن إذنك شوي. إذنك معك. قال رسول الله: من مات له طفل وهو دون الحلم جعل مثواه الجنة. وحتى الطرح يا بنتي، الله لح يدخلك الجنة مشانه. الله لا يحرم الضرع لحدا. آمين. برد لها أولادها لمراشد سالمين غانمين بشهر رب العالمين. آمين آمين. سمونا الفاتحة لها. ايه يا جماعة اسمحوا لي، انا لازم امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانا كمان تسمحي لي. ياسين يا ابني، قل لي وين ابوك وانا بطالعك. ما بدك تقول لي ما؟ ايش عليه؟ انا رح خليك تعترف غصبا عنك وعن ابوك. درويش مول سيدي. بدي اياه يعترف الليله. رح يعترف سيدي، رح يعترف ولا يهمك. امشي ولا امشي والله فصل من اعضابك وتعشى بيت يا كمان. وين ليكم؟ فتشنا كل البيوت ما لقينا. هادي اللي كنت خايفه منه. ياسين ما كان لازم يضل عنا. ياسين ما دخل اختي. صبري صار عنده الحجه حتى يتحكم فينا يا فاديه. وعز بابا وين راح؟ راح هيك على الأرض؟ الله يرحمه. أخ أخ، بس لو كان عايش كان إلا عصبري مع الكرسي تبعه. يعني شو هلأ وداد؟ سرايا ما رح تساعدنا؟ سرايا ما بتحمي ولاد الأموات اللي مثلنا ولا بتهتم فيها. لك هاد كان رجلي بيك. إيه أبوكي لما كان يخدم بالسرايا كانوا ما يرفضوا له طلب، بس هلأ شافوا حدا تاني يخدم، حدا واطي وحقير مثل صبري. وفوزي وينه ليحمينا؟ وينه وينه؟ ما قلنا غير الله يا فاتيا، ما قلنا غير الله. ما
روح شو هالشايات يا عمي ابعاد عمي صخر شو انا بقول له عمي صحتين وانا كل شيء حسابك عمي الله يسلم هالايدين يا رب راسي وعيني الله ربي يخلي لي هديات شفته لصاحبك منو هذا ابعادي لك هذا فوزي ابن ابو اسلام لك ايه اللي مستاجر دكانتي البغجاتي شو بك هلا هذا ابن البغجاتي ايه ابنه دخلك عمي بعادل وين بيشتغل الحنتين بالسرايا ولي على الفوتي ما عجبك ما هيك لا عمي ما عجبني ولا بدي يعجبني ها مشان هيك انا قلعته من دكانتي والله ما قصرت يا بعادل بس يعني ما بيأذيك والله هو ايش كان بده يأذي يعني بيأذي وحتى مره اخذوا لي ابن عادل وحبسوه بس دغري طلعوه ودخلك عمي بعادل ليش طلعوا يعني لانه خاف منك ولا بخاف مني بس الحريم تدخلوا عليه لحتى طلعوه ايوه وشو دخل حريم عمي ابعادل لاني كنت خاطب اخته لابني عادل ايوه جوز بلدي يا جوز كيف شايف حالك اليوم ابن عمي ان شاء الله احسن الحمد لله احسن من اول ايه الحمد لله شغلت بالي عليك وين كنت يا سيدي كنت بالغوطه وشو كنت عم تساوي بالغوطه رحت اشتريت شقفه ارض واتفقت مع البستاني يعمر لي عليها بيت على السريع لمين الك انت لا الك بدي احطك بالبيت بعيد عن عيون الدرك ومنه بتتحسن صحتك كتر خيرك يا ابن عمي ولو يا ابو راشد الدم ما بيصير مي أكيد هني برات البيت بعدين الوقت لسه بكير على روحة أهلي لعندهم